بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الزكاني من مدينة الشيشاوة، مقيم مدينة أكادير. في واحد تقريبا مدة عام هذا وقع لي واحد المشكل مع المدام ديالي الجنس، وقالت لي ياك خصك تسير تزوج وما تبقاش توصلني أنا، وديك المدام عندي معها الوليدات ديالي. مهم، فاش مشيت لعند واحد السيدة اللي ديجا كنت كنعرفها، كنت ساكن حداهم أصلا، هي في منطقة القليعة الساحل بن عنفر أيت ملول. المهم تبعت اخذت التليفون ديالها وبقيت كنهضر معها، وداك الشيء دخلنا في الموضوع ديال الزواج. مع حكم الممارسه خرجت معايا يعني بزاف المرات، وواحد النهار استغلت الفرصه ديالي وانا كنت في حاله سكر، ودارت لي واحد الفيديو اللي هو غادي يشوه الحياه ديالي العائليه والجسديه. ومؤخرا المهم دوزنا واحد المده، كاتبه لي ديك السيده ماشي هي ديك، قلت لها غتسمح لي انا ما غاديش نتزوج بك، على اساس اكتشفت بزاف الحوايج واكتشفت ناس بزاف اللي كي يعني تيعرفوها وداك الشيء، وما بقاش خدام ليا باش نتزوج بها. قلت لها سمح لي اختي انا ما غاديش نتزوج بك. ديك الساعه قالت لي ماشي مشكل. مفاجاه واحد اليومين عطاتني واحد الفيديو اللي انا كنت سكران فيه في واحد البلاصه هي كتسمى الاسلام حي المحمدي اكادير. ديك الساعه قالت لي هذا الفيديو ديالك ها هو شوف، وشفتو يعني الفيديو واحد الحاله يورتا لها، وقالت لي ديك الساعه غادي تخلص لي هذا الفيديو هذا بالمبلغ اللي بغيت انا، ولا غادي نشوهك يعني يا اما تخلص يا اما نشوهك، يعني ابتزتني لدرجه ما بغيتش انا الفيديو يتلاح ليا. ومع بالنسبه لعندي اولاد وعندي رافامي وعندي الناس كيعرفوني في مستوى مزيان، ما بغيتش نخسر الظروف ديالي مع الناس، واني نقدر ندير شي حاجه في راسي، نقدر نطيح، نقدر بزاف الحوايج. ديك الساعه درت واحد اصدقاء ديالي اللي كيعرفوها معايا، قلت لهم ودي راه وقع ليا وقع ليا، قال لي ماشي مشكل فك معاها وحيد هاد المشاكل ديالك. المهم دارت معايا 60000 درهم، 6 المليون. ديك الساعه حضر الدراري اللي هما كاينين باقيين لحد الان حي يسعى، مهم باغين يوقفوا معايا في هاد الظروف ديالي. ديك الساعه عطيت لها 2 ملايين يعني دبرتها قدام الدراري، ومؤخرا عاوتاني دبرت جوج، عيطت لها قدام شي وحدين اخرين يعني درت لها الشهود وعطيت لها 6 ملايين. دازت واحد المده ديال 6 شهور عاود اتصلت بيا على حساب واحد الغرض، يعني ما يسرش الامر باش نعطيها واحد المبلغ اخر، ودابا كتبدا تزني، قالت لي غادي نلوح لك داك الفيديو وغادي نشوهك، والدرجه وصلت، وهادشي علاش انا اتصلت بشوف تي في. وتحيه لكم وكنشكركم باش نشاركوا هذه المحنه مع كاع المشاهدين. يعني الزوجه ديالك فاش اكتشفت هذا الامر؟ الزوجه ديالي اصلا في الاول هي قالت لي سير تزوج، يعني عندها مشكل جنسي ما بقاش كتحمل الجنس، قالت لي سير تزوج، يعني انا بالرضا ديال الزوجه ديالي كيخصني نقلب على شي بنت الناس باش نتزوج. صافي وطحت في هذا الموقف هذا مع هذه السيده هذه. الشيء اللي عطى الله من تحت في واحد الموقف محرج وواحد ما غاديش. كيفاش ولات الحياه ديالك دابا؟ الحياه ديالي بالنسبه للحياه ديالي العائليه يعني ما بقيتش قادر نشوف لا في الدراري ولا نشوف لا في المدام، يعني الهضره دارت بزاف، والكارثه الخايبه كاع هي اللي تلاح لي هذا الفيديو هذا بارانترنيت. صافي غادي نقدر ندير شي حاجه في راسي، غادي نقدر نطيح ولا ندير شي حاجه، حيت فيديو خايب وانا كنت في حاله سكر. ندمتي يعني؟ ندمت اه. وهذه رسالة غادي نوصلها لأي مشاهد وأي إنسان باغي يتزوج أو مثلا يتعرف على شي وحدة، يبقى يدير جميع الاحتياطات، واللي عنده شي صديقة ديالو ما يبقاش يكون معاه في حالة السكر، حيت كيستغلوا الفرصة، والثقة ما كايناش في البنات من هذا المنبر هذا. السيدة كيفاش درتي يعني تحت في الموقف؟ هاد السيدة زوينة بزاف، يعني عشقتها. صافي قلت لها انت الحياه ديالي، انت العمر ديالي، يعني خسرت عليها فلوس، كسيتها، شريت لها التليفونات، شريت لها بزاف الحوايج، ومؤخرا خرجت لي بحال شي حيه. صافي وابتزتني تقريبا واحد المهم جايه شي عامين هكاك، تقريبا جايه شي عامين. المهم 2018 شهر 6 تقريبا فين تعرفت على هاد السيده هادي. كامل هاد المده كنتو كتخرجوا؟ ايه خرجت معايا، مشات معايا بزاف الحوايج. المهم الفيديو استغلته لي في واحد الدار في الاسلام حي المحمدي. كيفاش يعني درتي انت ما سقتيش؟ انا اصلا غادي معاها على واحد نبني معها واحد الحياه باش نتزوج بها، يعني ماشي كصديقه ديالي، يعني قلت لها انا راه غادي نتزوج بك يعني بالرضا ديال المدام ديالي، ولادي ما يمكنش نفرط فيهم، عندي 4 الوليدات ما يمكنش نفرط فيهم، غادي نبقى نتهلا فيهم ونصير عليهم، ومهم حتى هي يعني ما يمكنش لها غادي تتزوج، حيت عندها مشكل ما تقدرش يعني على حساب الجنس، يعني ما غاديش تتزوج، غتربي دوك الدراري صافي. وهي قلت لها غادي نعيش الحياه، وكنا ناويين نخرجوا لاوروبا وبزاف الحوايج اللي
اللي كنت انا داير في النيه ديالي وهي استغلت الفرصه وطيحتني في هذه المشكله. شحال دابا المبالغ دات لك؟ 6 مليون من غير المصاريف. فاش ابتزتني بالفيديو عيطت للدراري صحابي اللي هما كاينين في السلام وباقي لحد الان وموجودين. قلت لهم ديرها الصديقه ديالي، هما اصلا كيعرفوها معايا غير قلت لهم ديرها الصديقه ديالي اللي كنت قلت لكم غنتزوج بها وكتعرفوها معايا وكتشوفوها معايا، يعني بحكم النيه ديالي كنت مغاديش بلاصه عند شي صديقه على حساب شي غرض كنت ديها معايا، فهمتيني؟ كتبقى في الطوموبيل ولا كتجلس مثلا في القهوه ولا شي حاجه، كيحترموها الدراري كيعرفوها كيحترموها كصديقه ديالي وغادي نتزوج بها، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. انا بحسب رغم الظروف الماديه كنت قلت لها جري معايا شويه بين ما نوجد باش ندير المنزل ديالك ونقوم بالاجراء ديال الزواج ديالك باش ما نديش المسؤوليه. هادشي علاش، وفي حكم ديك العلاقه باش كنخرجوا كنجلسوا بدينا في واحد بدينا في الجنس قبل ما نديروا الاوراق. في علاقه جنسيه. وانا مدمن، يعني اي واحد يسمح لي لهذا الشيء، انا مدمن بالشراب كنشرب يوميا. وديك الساعه كيفاش مشيت استغلت الفرصه ديالي ودارت لي بزاف ديال الفيديوهات وعذبتني في الحياه ديالي. دابا الحياه ديالي تعذبات. صافي ما بقيتش كنشوف الحياه انا هاد السيده هادي، عندي صافي سخسخاتني. وحتى لحد الان دابا ما كاينش شي حاجه كتثبت لي بان هاد السيده سالاو الفيديوهات ديالها. يعني هي عطاتني الايكلود ديالها، يعني قالت لي الايكلود ها هو ديزاكتيفي بدل لك شي، ولكن في نفس الوقت ما غاديش نطيق. ما درتش شكايه؟ ما كيفاش غادي ندير شكايه وانا اصلا خارج معها؟ ما قدرتش. ولحد الان دابا غادي نقدر نتجه للقضاء ونشوف. يعني الحياه مشات. الحياه ديالي ضاعت بزاف مع هاد السيده هادي. وهذه رساله لاي مشاهد باش يبقى يرد البال من هاد البنات هادو ديال هاد الزمن هذا، حيت صعب شويه وكيستغلوا الفرصه ديال الانسان سواء ماديا او معنويا. يعني هاد الشيء راه معروف بارانتين على بزاف الناس. فاش وقعت لك هادي باقي كتفكر تتزوج؟ تعرف ما بقيتش كنفكر نتزوج، ما بقيتش كنحمل النساء بصفة نهائية، ما بقيتش كنحمل النساء. علاش؟ حيت مشيت نلعب لحسن النية ديالي وخرجت لي في هاد قلة النية ديالها اللي هي غادية بها. واكتشفت من وراها بأن هي عندها صديق ديالها اللي كتبغيه وداك الشيء، وأنا تابعني غير على قبل الصرف وصافي. هادشي اللي كاين، ما شافتني ميسور شوية وتابعني. هادشي اللي كاين صافي. معنا كنخسر بزاف، كتشوفني ديما راكب الطوموبيل ديما كنخسر، ديما يعني كنخسر. أنا أصلا كنصرف حتى 500 درهم في النهار. صافي عندي الشركة ديالي، ما بقيتش كنطيق. يعني راه ما بقيتش، وليت كنشك حتى كنشك في حوايج. عاد الضرات كنجلس مع شي واحد وكنشك. يعني الحياة ديالي تشردات بهاد السيدات. والناس هما كاينين حاضرين لحد الآن اللي شافوا الفيديو، والناس اللي عطاتهم الفلوس هما عطاوها لها. يعني جوج تمنايل مع دابا كنخدم تقريبا كنجمع في المبلغ ديالي ديك 15 يوم 20 يوم على حساب لا كونتيتي اللي كتخرج ديال السلعه. كنجمع ديك المليون ونص كنتسلف باش كملت لها هي، باش ما ندخلش في راس المال ديال السلعه، حتى انا السلعه كنهزها غير بالكيدي باش كنخدم. يعني الشركه ديالي طاحت بسبب هاد السيده، والحياه ديالي طاحت بسبب هاد السيده هذه. يعني ما بقيتش كنطيق في شي وحده لحد الان كتقول لي غادي نلوح لك هذا الفيديو هذا. وكنتمنى من الناس المعنيين بالامر، الجهاز التقني ديال رجال الامن الوطني، الى تلاح هذا الفيديو فهمتيني يديروا المجهود ديالهم باش يشوفوا شكون اللي لاح الفيديو بالضبط. سواء لاحته هي غادي نتابعها، لاحو شي واحد اخر غادي نتابعه. كنطلب من رجال الامن الوطني الجهاز القائم بهذا الشيء ديال الانترنيت، الى تلاح الفيديو ديالي خصني ضروري نعرف الفيديو شكون اللي لاحو، سواء لاحته هي سواء عطات شي واحد اخر قالت لي لوحو، كي خصني نتابعه قضائيا. هي اصلا غادي نتابعها حيت عندي الشهود باش غادي عندي الفلوس. الى تلاح الفيديو غادي نتابعها قضائيا، ولكن الى غادير شي فيسبوك اخر ولا شي حاجه اخرى مثلا باش تدخل باش تروح من الموقف، خاص نتمنى من رجال الامن يقوموا بالعمل ديالهم ويشوفوا شكون اللي لاح لي الفيديو هذا. لحد الان مازال ما كاينش، وانا ديما عاسل الانترنيت عاسل الفيسبوك كنشوف. يعني ما كنعش حيت لا تلاح لي هذا الفيديو غادي نخوي الطرف الوطني. الى تلاح لي هذا الفيديو صافي غادي نخوي نمشي نتخبى في الشقة مثلا في تركيا او اسبانيا او فرنسا او الشقة، حيت الحياه ديالي مشات مع هذه السيده هذه. وغادي تحاسب، غادي نحاسبها اصلا امام قضاء المغرب، وانا افتخر بالقضاء. وغادي نحاسبها غدا يوم القيامه ان شاء الله على هادشي دارت ليا. غادي نحاسبها حيت النيه ديالي كانت حسنه.
نلقاو هاد السيده هذه، انا النيه ديالي حسنه وهي كتستغل الفرصه ديالي. انا كنديها وكنمشي نشرب في الشقه، كنديها كحمايه، كنقول كتحميني. مثلا معايا كاع الدراري لحد الان دابا كنشرب، تنجلس كنلوح على التليفون ديالي مسائل ديالي، كنقول هاد السيده كتحميني، حنت هي ما كتشرب ما والو، كنقول هي اللي كتحميني. مؤخرا صدقت هي دارت لي المشكل، وكنسمح من نطلب من الاصدقاء اللي كانوا تيجلسوا معنا اللي كنت كنشك فيهم باش ما يديروا لي شي فيديو ولا شي حاجه، ولكن هما اصدقاء ديالي وكيبقاو ديما اصدقاء ديالي وباقين معايا لحد الان على اتصال، وباقين معايا على العشره كيف ما كانت دائما من منذ سنه طويله، مثلا من سنه 2006 او 2004 كنعرفهم. والسيده اللي كنت حاسه باغي ديال تحميني راه هي اللي خرجت لي بهاد الخرجه هذه، ودارت لي هذا الفيديو هذا وشوهت لي الحياه ديالي. اصلا مازال ما طلعش، ولكن انا ما كنشوفش الناس، وليت مريض نفسيا بهاد السيده هذه. حنت من نهار شفتها وانا في العذاب الشديد، يعني كنت في الاول ارتاحيت وقلت لها الحياه ديالي تبدلات وليت كنحس براسي بخير، فهمتيني، يعني في الرفقه ديالي. ولكن فاش خرجت لي هذيك الخرجه صافي راه عذبتني وعذبت الحياه ديالي.